وصفدت الشياطين. صفدت الشياطين معناها غلت أيديها إلى أعناقها، يعني كأنها سلسلة، وضعت سلسلة في أيدي هذه الشياطين فلا تستطيع العمل. هل هذا على الحقيقة أو أنه على المجاز؟ على كل حال الشيطان لا يصل إليك. ماذا يعني هذا؟ ونحن نرى بعض الناس ويرى بعضنا في نفسه أنه يرتكب المعصية في رمضان. المعصية قد تكون من الشيطان، وقد تكون من ضغط الدنيا علينا بإلحاحها بشهواتها ورغباتها، وقد تكون من النفس الأمارة بالسوء التي بين جنبي، وليست من الشيطان وحده. لأن الشيطان إذا كان وحده هو الذي يدعو إلى المعصية، فمن الذي يدعوه إلى أن يدعو إلى المعصية إلا شيطان آخر؟ ولا ننتهي من هذا. لكن الحقيقة أن المعصية يفعلها الإنسان تحت ضغط هذه الثلاثة، واحد من هذه الثلاثة، إما أن يكون الشيطان وقد صفض، وإما أن تكون الدنيا وهي باقية، وإما أن تكون النفس الأمارة بالسوء. إذن فرمضان يكشف نفسك لنفسك، يكشفك أمام نفسك، لأن الشيطان الذي قد تحتج به أنه يدفعك إلى المعصية هو الآن لا يدفعك إلى المعصية وقد صفض. فمن يدعوك إلى المعصية هو نفسك، فاللهم يا ربنا قنا شر النفس الأمارة بالسوء.